شيخنا، هل يجوز أن نقول أن الصلاة في الصلاة على المرأة اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ أهلا أهلا خيرا من أهلها، الذي ورد اللهم أبدله أو أبدلها خيرا أهلا خيرا من أهلها. نعم، يقال للذكر والأنثى اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله، دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله.